هوروسكوب مع داليا. بونجور. بيقول وينستون تشرشل إن التصرفات هي شيء بسيط يحدث فرقا كبيرا، يعني يا أصدقائي بيكفي إنك تكون على حق وتتصرف بطريقة خاطئة لتصير على خطأ أو خطأ فادح، وبيتحول الحق من معك إلى عليك بغمضة عين. على أمل يكون الكل قادر على السيطرة على تصرفاته حتى بأصعب الأوقات، ننتقل للأبراج والبداية مع برج الحمل. بيحاول البعض إنكار جهودك الكبيرة بالعمل، فما تستسلم وتابع اللي بدأته لأنه النتيجة مضمونة لمصلحتك. أنت مش على بعضك اليوم، مزعوج مضايق من تصرفات الشريك؟ إيه بسيطة، سمعوا أغنية Have I Told You Lately That I Love You وتحور معه حول الأمور اللي مترتك على أنغام الحب. برج الثور. تشعر بحيوية ونشاط وبتحاول إتمام جميع المهمات المكلة إلك بيوم واحد، شوي شوي على حالك لأنه الشغل ناطرك ومش هربان. توصلك أخبار كتير مفرحة بتخليك تسمع غنى رقص، وهيصة من الممكن إن تكون أخبار خطبة أو زواج إلك أو لأحد الأقارب. برج الجوزاء. بيتميز يومك بمعنويات عالية بتحدد أهدافك وأولوياتك، بينصحك الفلك بأنك تكون واقعي مع نفسك، بتفيق أنت وعم تضحك وبتقرر أنه يومك لازم يكون هادي سهل ومليء بالحب والمشاعر الرومانسية، وهيك بيكون. برج السرطان. بتقوم بقفزة نوعية وجديدة بحياتك وبيشكل اليوم عنوان لانطلاقة مميزة، عنوان النجاح الكبير. خيشو حلو النجاح. تجلس للتحاور مع الشريك حول أمور إلى فترة عم بتشكل عقبة بطريق نجاح العلاقة، ناقش بدون حدة وبتنحل الأمور. برج الأسد. تخضع لبعض الامتحانات وبحال كنت قادر على اجتيازها بتنفتح أمامك أبواب جديدة ما كنت مفكر فيها. تشعر ببعض الغيرة وبتحتار بطريقة التعبير، إيه بسيطة، فالغيرة حلوة وبتشعل نار الحب إذا ما خليتها توصل للشك والحبس. برج العذراء. تعترض طريقك بعض المضاربات المالية، ولكنك بفضل حنكتك وذكائك بتكون قادر على تخطيها. دقات قلبك خفيفة والسبب مشكلة تافهة بينك وبين الشريك، بيتدخل الأهل والأصحاب، الأمر اللي بيزيد الطين بلة. ما تنسى يا عزيز المثل القائل، الطبخة إذا كتروا طباخينا بتحترق. برج الميزان. تتألق وبتفاجئ محيطك مهما حاول البعض وضع العصي بالدواليب، انتبه من الحسد وخلي إجريك على الأرض. ظهر الربيع بقلبك مع حلول فصله، فأنت والشريك فرجتين مزينين هالعلاقة وهالعيلة الحلوة على الرغم من أنف الجميع. برج العقرب. تنتقل حل الوسط كخيار لحياتك المهنية حتى ما تدفع ثمن تسرعك بالقرار، فكر بعقلك وقلبك لتوصل للحل الأنسب. وأخيراً قلت باي باي وتشاو تشاو لحياة الروتين والزعل، وقررت تعيش ولو فترة قصيرة بفرح وسعادة، خليها طول قد ما بتقدر. برج القوس. بيحاول أحد الزملاء تشويه سمعتك وأعمالك داخل محيطك، ولكن اللي بيعطي من قلبه بإخلاص ومحبة ما بتهز ريح. كرس وقتك للحبيب اللي بحاجة لدعمك وحاول إشراكه قدر المستطاع بنشاطاتك. برج الجدي. انت على عتبة مرحلة جديدة، فأما التعب والعطاء فوق العادي واقتناص الفرص، وأما البقاء بمكانك، الخيار بيبقى لإلك. بيتحدث الفلك عن مرحلة رومانسية وعذبة بتدوب خلال المخاوف وبتحل محل المشاعر الصادقة الصادرة من القلب. برج الدلو. اتحضر يا عزيزي لمقابلة أحد الأشخاص اللي بيوصلك لتحقيق أحلامك، المطلوب منك البرهنة عن قدراتك، يعني اليوم يوم حظك على جميع الأصعدة، فأنت على موعد مع العواطف القوية وإن شاء الله بيتحول يوم العسل لأشهر وسنين عسل. برج الحوت. بتباشر بتنفيذ خطة مع أحدهم وبتبصر مشاريعك النور وبتفرح بتقديمات الحياة، بتحاول عيش لحظات سعيدة مع محيطك والشريك، أما العازب فبيلفت الأنظار وبيطل بحل جذابة. مبروك عليك الشباك الذهبية. مع برج الحوت منكن وصلنا لمسك الختام، فقرتنا سوا بتنتهي لليوم، أما أنا فبعطيكن موعد جديد من التنين للجمعة بنفس الوقت، فكونوا على الموعد. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.